حر زي الطير. لما نفسي يا سيد تاخدني على حصان زيه. هيحصل يا بنت، هاخدك انا مره بقى نزله السمان وركبك خيل واوريك ركوب الخيل اللي على اصله. لا انت بتعرف تسوق حصينه؟ تسوق حصينه؟ ايه الجهل ده يا بنت؟ اسمها تعرف تركب خيل. تعرف تركب خيل؟ خيال. طب ايه رايك بقى انا لما ببقى حابب بقى ليا مزاج كده احلق لزبون حبه، باخده نزله السمان اقعده قدامي على الحصان واقعد احلق. ما بيتعورش؟ لا ده بيتبهدل طبعا. ده انا مره قطعت قرعه واحد. اوعى تغير المحطه. الهبل اللي انت فيه ده بتعيطي ليه مالك؟ ده هيموتها بمسدس يا سيد. يا بنت مش هيموتها ولا حاجه، ده عامل عليهم فيلم كده في الاول، دول هيتجوزوا اخر الفيلم. انت ايش عرفت؟ ما انا شفته 3 مرات مش قايل لك انا. طب واحنا يا سيد هنتجوز امتى؟ عملت ايه في موضوع الشقه؟ سيد هنتجوز امتى؟ ايه ده؟ ايه؟ سلام ابو سيف. يا ابو سامي انا عايزك في كلمتين يا اخويا. طب استناني بره شويه. خمسه كده يابا وراجع لك. ربنا الجاي مين؟ بقول لك ربنا الجاي. تقول لي مين؟ كايد. ايه اسم سيد يابا؟ سيد 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 بقى كايد. سيد قشطه والله. قول لي ابو سيف. قشطه بالصوم. عاوزك بقى الخميس اللي جاي في فرح بس شديد قوي. ان شاء الله هنولعها. عايزين بقى شويه شغل من بتوع زمان، بلاش الراي والماي والماي. يا جدع ما تحرقش دم. جاي ايه اسمه؟ راي جزائري. اقل العقمبان العجد مالك ده العقود بلا راي. راي انا هنفضل نفهم المنطقه دي لغايه امتى؟ يا ابو سيد عايزك تبيض وشي قدام المعزيز. ماشي ولو ان حلاق بس برضه هبيض لك وشك. الاكس اكس ال 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 الاكس اكس ال. اصحى بقى يا عطوفه. يلا يا عطوفه اصحى. ده يوم حلو قوي. اصحى يا عاطف اصحى. ايه فيها؟
في ايه يا ماما؟ مفيش حاجة يا حبيبي، بس قوم يلا. طب اخرج لو سمحت عشان اشرب. بلاش دلع بقى، يلا وراك حاجات كتير كتير قوي، هتروح تحلق وتروح تجيب الشوكولاتة وتعمل اللازم عشان مشوار الدار ده حبيبي. انا مش هجيب شوكولاتات، وسع يا ماما سمحت. انا خلاص المسألة دي بقيت اتشائم منها خالص يا ماما. كل ما اروح اخطب اجيب شوكولاته بالشيء الفلاني، وبعدين هما يروحوا الفركشه. انا اتعقدت خلاص. يا حبيبي ما تتعقدش، النهارده ان شاء الله ربنا هيكمل بالخير. سام سام، what's he doing؟ سام you doing؟ I'm going to school. ما تعلي صوتك يا بشوي. انت مالك انت؟ برافو يا حبيبي، انا هبعت لبابا جواب اقوله انك بقيت اشطر واحد في المدرسه. سهام انا عايزك تحلقي لي زي ما بتحلق البيشوي. بقول لك ايه، انت تنزل تحلق وتطلع تاخد حمام وتلبس البدله الجديده وكربطتك الجديده وتبقى على سنجة 10 وتنزل تشتري احسن نوع شوكولاته في السوق. بطل عفنه وبخل بقى. عفنه؟ الله يسامحك، انا مش هجيب شوكولاتات، هناخد الشوكولاته اللي في التلاجة. مش بقول لك معفن؟ الشوكولاته بقالها في التلاجة فوق الثلاث اشهر. ما انا عارف، مش دي اللي جبناها لما رحنا نخطب فون المهروشه اللي ما رضيتش حتى تقابلنا؟ من ساعتها والشوكولاته عطلانه في التلاجة، نشغلها بقى. اسمع انا مش فاضياله. واتس هي دوينج؟ مش فاضياله ده ايه؟ قوم احلق لي يا سهام. روح اتصرف احلق يلا. احلق فين؟ النهارده وقفت عيد المسلمين والحلاقين كلهم زحمه موت. روح لسيد صاحبك خليه يحلق لك كده. طب ماشي يا سهام، وبعلي صوتك يا بشوي. يلا حبيبي روح حاسب. لا اخويا تحت امرك في اي وقت. مع السلامه. ابقى سلم على بابا حبيبي. حاضر يا عم. سعيد عم ابو سعيد. اهلا اهلا، ازيك يا عاطف؟ نهارك سعيد يا جمال. ازيك يا عاطف؟ امال فين سعيد عم ابو سعيد؟ عشان عايز احلق له بسرعه عشان مستعجل قوي. للاسف يا عاطف ده لسه خارج من شويه. اخ طب وبعدين؟ انا ما عايز احلق بسرعه عشان مستعجل قوي يا جمال. زي ما انت شايف كلنا مشغولين، استنى دورك احلق لك انا. لا ما اقدرش، الاخ اللي هناك ده فاضي إيه، خليه يحلق لي. حسن؟ لا بلاش. لا بلاش ايه؟ لا هحلق لي دلوقتي. براحتك. لا لا حسن. حاضر. يا حسن. اهلا بيك. انت جديد هنا يا حسن؟ اه. احلق لي بسرعه يا حسن الله يستر. عينك بتوجعك؟ وش؟ ايه كده؟ بص يا حسن، ده باين انه حلاق شاطر قوي يا جماعه.